مسرح مصر بص التجارب الجميله المهمه جدا اللي اشرف عبد الباقي يعني بيطلع بيها وكل شويه بيطور فيها. انما اشرف برضو انا بعذره في حاجه لان عارف حلم اشرف عبد الباقي ده اكبر من اللي هو فيه دلوقتي. بس هو عايز حد يقول له يلا الفلوس اهي وتعالى ننتج الحلم بتاعك. لانه اشرف عبد الباقي كان في فتره من الفترات كان في قلب المنتج اللي انا بقول لك عليه ده عند الاستاذ عصام امام وكان بطل رقم واحد. وانا كنت لسه بلعب دور تاني في قلب المسرح مع اشرف. اشرف كان نجم قبليه بكتير. فهو ده الطعم ده هو نفسه يوصل للطعم بتاع الاستاذ عصام. ف يعني انا بتمنى ان هو ربنا يوفقه لان هو لو جات للمرحله دي انه في حد يصرف بالشكل اللي فعلا يظهر هذه الامكانيات هيبقى عائد عليه هو كراجل بيقوم بنهضه مسرحيه وفي نفس الوقت كل النجوم اللي موجوده معاه علي ربيع وكريم ومحمد عبد الرحمن كل الشباب الجميله اللي موجوده دي اكيد هيلاقوا نفسهم في منطقه ثانيه خالص مختلفه زي ما انا عشت روايه او روايتين من هذا الطعم كده. رايك في الارتجال بتاعهم؟ يعني هل كتير ولا مناسب؟ والله ده ارتجال الشارع، هم بيحبوا الشارع. تمام. ارتجال الشارع، الشباب وسط الشارع، يعني انا اعرف ان الشباب دي من ولاد بلد من البلد قوي يعني ف عين شمس والفيل وفيصل والمطريه والحاجات دي فهم في قلب بطن الشارع، ده في صوره المجتمع. مين افضلهم من وجهه نظر حضرتك؟ والله كلهم زي الفل، ومش اجابه دبلوماسيه ولا اي حاجه، كلهم زي الفل، كل واحد ليه طعمه. لان لما تيجي تسالني على اي نجم احسن مين في اي حقبه زمنيه زي علي ربيع مثلا هقول لك كل واحد بطعمه والله كل واحد بطعمه زي ما انت بتخش اصل لو واحد بس هو اللي طعمه حلو انت مش هتخش غير ليه هو بس كل النجوم الثانيه هتزبل لا طبعا بدليل انه الفن معانا نجوم كتير قوي